أذكى اقتصادي في مصر الحديثة، وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية اللي انقذت مصر من الإفلاس. اتقال عنه إنه وزير الفقراء وكان ما يعجبوش الحال المايل، ومبارك زعق له في القصر وباعه في لحظة غضب. تعالوا نعرف شوية أسرار عن حياة ابن المنوفية وزير الغلابة كمال الجنزوري. تختلف أو تتفق معاه، كمال الجنزوري واحد من أكتر السياسيين اللي كان ليهم بصمة في إنعاش الاقتصاد المصري، وده مش كلامي على فكرة، ده التاريخ هو اللي بيقول كده. ما هو لما تعرف إنه قبل حتى ما تعين بيه الرئيس مبارك كان بيعمل ايه هتصدق كلامي. الجنزوري يا سيدي كان مستشار اقتصادي بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ده غير انه كان عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية واستاذ بمعهد التخطيط القومي. ومش بس كده، ده كان اسم الله عليه وكيل وزارة التخطيط ومحافظ للوادي الجديد. مبارك سمع عن انجازاته وقد ايه ان الجنزوري راجل سياسي واقتصادي هينقله في حتة تانية، خاصة انه حكم مبارك في اواخر الثمانينيات كان بعافية شوية، وكان محتاج يقنع الشعب بانه يستحق فرصة انه يقعد شوية في الحكم ويتولى فترة رئاسية رابعة، فكان محتاج حد دماغه شغالة ويعمل مشروعات هنا وهناك بدل عاطف صدقي اللي كان على قده خالص. فمبارك قالك انا هستعين بكمال الجنزوري، ومش عشان سواد عيونه اطلاقا، ده عشان يستغل خبرته في انه يفضل في الحكم. اصل الجنزوري راجل متعلم كويس جدا، ده كان مدير معهد التخطيط القومي، ده غير خبرته الاقتصادية اللي تتاقل بذهب. مبارك اختار كمال الجنزوري انه يمسك رئاسة الوزراء، والجنزوري مسك منصبه من هنا وبدأ الشغل المظبوط من هنا، افكار ومشاريع وليلة كبيرة من الانعاش للبلد هتحصل على ايديه. فبدأ يعمل مشروعات اقتصادية كتير جدا زي مشروع توشكا وشرق العوينات وتوصيل المياه لسيناء من ترعة السلام ومشروع عرب خليج السويس، ده غير مشروعات الخط التاني المترو الانفاق بين شبرا الخيمة بالاليوبية والمنيب بالجيزة ومحافظة القاهرة، وسن قوانين ساهمت في جذب الاستثمارات. ومش بس كده، ده ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد والبنك الدولي وصرف تعويضات للفلاحين عن تكلفة مبيدات غير صالحة، وطالب وزير العدل والداخلية انهم يعتمدوش توصيات النواب الملتحقين بالشرطة والنيابة، وكل ده ساعد على انه الشباب تلاقي شغل وعجلة الانتاج تزيد لدرجة انه الناس في الشارع سموه وزير الفقراء، خاصة بعد ما حكومته اتعرفت بانها من اكتر الحكومات المهتمة بمحدود الدخل بعد ما ظبط الاسعار ووفر الاحتياجات الاساسية للشعب. الكلام اللطيف الجميل ده ما عجبش حاشية مبارك، ما هو معروف طبعا الشجرة المثمرة الناس بتحدفها بالطوب، وتعمل مشاكل ما بين رجالة الحزب الوطني زي صفوة الشريف وكمال الشاذلي وفتحي سرور. في الوقت ده قلبوا الدنيا على الجنزوري وكانوا بيوقعوا بينه وبين مبارك، لكن اللي ساهم في كتابة النهاية لحياة الجنزوري السياسية الدراع اليمين لمبارك زكريا عزمي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي. ففي مذكرات كمال الجنزوري طريقي حكى الجنزوري تفاصيل كتيرة حوالين واقعة زكريا عزمي بينه وما بين مبارك. سنة 1999 كان إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وسليمان ديميرر رئيس جمهورية تركيا كانوا جايين يزوروا مصر، وكان مبارك لسه راجع من الجزائر وما كانش نايم كويس. زكريا عزمي استغل الحالة المزاجية لمبارك عشان يوقع بين كمال ومبارك، فزكريا قال للجنزوري إن باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي هيوصل الساعة كذا وأنت لازم تستقبله، وبعدها الرئيس مبارك هيقعد معاه نص ساعة وتروح أنت داخل الاجتماع. الكلام ما عجبش الجنزوري وقال له انه يدخل الاجتماع بعد ساعة يا ما ادخلش خالص، فده من حق الرئيس هو اللي يقولي. زكريا استغل الكلمتين دول وراح قال لمبارك انه الجنزوري مش عايز يسمع كلام ورفض يقابل الضيف. مبارك غضب جدا وراح القصر وقال ابعتولي فورا الجنزوري، واول ما دخل الجنزوري قعد يزعقله، والجنزوري قعد يقوله اسمعني يا ريس اسمعني اديني فرصة. مبارك رد وقال له لا انتهى اللقاء. وقتها الجنزوري ادرك انه خلاص هيسمع كلمة نهاية الخدمة ويتم اقالته. وفي سنة 1999 مبارك كان رايح يلقي خطاب في مجلس الشعب، وقتها طلب الجنزوري انه يتكلم على انفراد مع الرئيس، وفعلا حصل وقال له يا رئيس بعد جلسة مجلس الوزراء هقدم الاستقالة وهجيبها لحضرتك في مقر الرئاسة. مبارك قال له ما تجيش القصر، هيجي اللي هياخدها منك من مجلس الوزراء لاني هغير الوزراء. وقتها راح الجنزوري رئاسة الوزراء ولقى اللواء عمر سليمان مدير المخابرات هناك وقال له هو ايه اللي حصل لكل ده؟ رد عليه وقال له الحاشية اللي حوالين الرئيس اقنعته انك عدو لي، فعشان كده شالك من رئاسة الوزراء. بالمناسبة كمال الجنزوري اتولد 12 يناير سنة 1933 بالمنوفية في قرية جروان مركز الباجور، والنهاردة ذكرى ميلاده، وكان اهل بلده بيحبوه جدا لانه كان متواضع وبيحب يقعد مع اهل البلد ويسمع مشاكلهم، وده خلاه يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المصريين. وبكده حكايتنا خلصت النهاردة، لو عجبتك الحلقة ياريت تشيرها مع صحابك، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات عين مصر.